السكينة وخاصة رفيقتي وعزيزاتي ورفيقي عزيزة وكذلك الناس اللي حاضرين معنا اللي ماشي من حزب التقدم والاشتراك في هذا اليوم. حنا تنتواصل مع جميع المواطنات والمواطنين، فحنا تنقولوا دائما حزب التقدم الاشتراكية حنا ماشي حزب انتخابوي، يعني ما سي با ان بارتي الكتوراليست اللي خصنا غير نجيو في المناسبة ولا غير نتواصلوا غير مع يعني الرفيقات والرفاق ديال حزب التقدم الاشتراك. النقاش مفتوح، الاراء كلها مرحبا بها، الانتقادات مرحبا بها والف مرحبا، يبقى نقاش لان في اخر المطاف المهم من هذا وذاك، المهم من النقاش ديال بين وزير في الحكومه بين عضو الديوان السياسي وبين عضوات واعضاء حزب التقدم الاشتراكي والاخرين الاخوان الاخرين والاخوات الاخرات، انه النقاش تيبقى لصالح توجه لصالح المواطنات والمواطنين وخاصة فيما يخص قطاع الصحة اللي تيشكل دعامة كبيرة على الصعيد الوطني واللي تتعاني منه المنطقة وتعاني منه المغرب على الصعيد الوطني. فقبل من اللي تهمني أنا أكثر من باش ندوي أنا هو نستمع لك، نستمع في هذه المعمولة وشيك الساعة رأس الجماعات. بغيت نستمع لكم من الحضور الكريم باش نشوف ربما بعض المسائل اللي ما تنعرفهاش، باش نشوفوا الاقتراحات ديالكم والانتقادات ديالكم في فيما يخص قطاع الصحة. فقبل ما نعطيكم الكلمة بغيت بعض النقاط نركز عليها، ماشي بعض الشيء ناخذ بزاف من الوقت. أولا حنا كحزب التقدم الاشتراكية كحكومة حالية اللي فيها حزب التقدم الاشتراكية اللي فيها الحركة الشعبية اللي فيها حزب الأحرار واللي فيها وهذا الشيء ثلاثة الأحزاب واللي فيها الحزب الرابع وحزب العدالة والتنمية اللي ذو مرجعية إسلامية اللي تقود الحكومة برئاسة الأستاذ عبد الإله بكي. فأول بزاف الناس كانوا تحت هذا السؤال وباقي بعض الناس بعض الرفاق تحت هذا السؤال وماشي رفاق تحت هذا السؤال، علاش حزب التقدم الاشتراكية ذو مرجعية شيوعية اشتراكية حداثية يسارية تقدمية دخل في واحد تحالف حكومي اللي تيقودو واحد الحزب محافظ ذو مرجعية إسلامية؟ باش نجيب الجواب بعجالة هما ثلاثة الأسباب، فقط ثلاثة الأسباب. أولا حنا دخلنا في التحالف، هذا التحالف أولا هو سياسي ماشي تحالف ايديولوجي، لان ايديولوجيا شيوعيه ولا اشتراكيه ماشي هي الايديولوجيا يعني الاسلامويه النقطه الاولى. النقطه الثانيه ماشي تحالف استراتيجي، ماشي فواحد الاستراتيجيه ديال التحالف، وانما تحالف اتفقنا في واحد الميثاق اللي وقعنا عليه كاربعه ديال الاحزاب، بعض النقط اللي غنرجع ليها اللي جعلتنا تنتحالف. وفيها ثلاثة ديال المسارات مهمة جدا. أولا تحالفنا لتعزيز الديمقراطية في البلاد والحفاظ على استقرار البلاد، لتنذكروا في ذاك الوقت اللي كان التحالف كان الربيع العربي وتتعرفوا الدول الجوار ها تونس عندنا مصر ها اليمن ها العراق إلى آخره، فاحنا بغينا مشينا في هذا الاتجاه نحافظ على استقرار البلاد وتعزيز الديمقراطية. النقطة الثانية ديال التجارب اللي نتحالفوا بربعة بينا هو النهوض باقتصاد البلاد باش نمشيو نحو عدالة اجتماعية، نحو إنصاف الطبقات الفقيرة، نحو إنصاف الطبقة العامة. النقطة الثالثة علاش تحالفنا هو كتعرف المغرب عنده واحد دستور جديد منذ فتح الوزارة 2011، فمشينا التحالف مشينا في اتجاه أجراءات وتفعيل الدستور الجديد للمملكة ودستور فتح المملكة. فهذه هما الأسباب الثلاثة المهمة الواقعية اللي جعلتنا نتحالف.